اي على عقوبه وشي؟ لا على ذاك الثاني العقوبه. ما بعقوبه ما يحدون يبون يسوون فيلم عليه يكسرون عينه تركي ياخذونه يكسرونه ولا يخشونه. واذا كسروه؟ يكسرون عينه تروح الحصانه يعني؟ لا كسرتين. الحمد لله رب العالمين. قسم بيت الله يسوون النقد النقد. لا انا اللي سمعت انها تروح الحصانه. لا لا. والله اني صادق تروح الحصانه. بعلمك بعدين وش علومهم. وش بعلمك بعدين وش علومهم؟ ايش بعلمك بعدين؟ كل شيء. وش؟ هات 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 والله نجيبها. انا بسالكم من اللي قد راح لدبي؟ انا رحت لدبي. يا اخوي ما يتكلمون عربي. انجليز كله. اي ليه؟ لان الثقافه فيها كلها انجليزي. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا صدق. انا بسال سؤال مهم جدا. سم. تفضل. انا رحت لها وابتلشت. من؟ لدبي. قسم بالله اني رحت لها وابتلشت. حد معك ولا؟ يا رجال دقوا علي اثنين من العيال انا والله اني الله ثاني ما بعد رحت انا يوم الخلق. دقوا علي قالوا الله معنا دبي. ما عاد كل ما صغر مني انت تعرفها اقول تعرفها الحمد لله حافظها ولا نقول له من ناحيه ارجع تحافظها كل شيء فيها كل شارع كل شارع شارع قس قسم بالله اني ما اخر مره رحت الرياض وجيت خلاص قالوا يلا مشان اركب طول العمر ونروح ننزل في على الطياره ننزل في دبي حتى يوم ما رحت انا ما بعد رحت على الطياره في حياتي كلها اول مره تركب طياره اركب اول مره تسوي نفسك كل نت. الحمد لله ولا هي اول مره الناس يجنترون وانا بالثوب مرسم الملابس شورت المهم نزلنا طول العمر يركبونك في قطار ويطلعونك برا من المطار نعم اشوف الناس متمسكين وكذا متمسكين كذا وجا واللي جالس واللي متمسك وانا واقف في النص القطار في الحدايق طيب الطول يا ولد انا ما ادري يا ولد هم ذاك ضايع الدعس الكلتش والبنزين هم رفع رجله يا ولد لا اني جايهم على يدي ورجلي يا ربي يا حس المهم نقوم طول عمرنا نطلع من المطار اوقف لي تاكس كله وقفت لي تاكس ما يحكي عربي اقسم والعيال معي من ناحيه الوضع شو قلت يا ربع اصبر اصبر بضبطكم ما يحكون عربي انا بيحكي اي واحد يحكي معي عربي عشان اعلمه اقول انا عاد سهران وطق راسي من السهر بيرقد يا ربع انا خلاص حزتكم وشي ساعة يمكن واحدة ونص الظهر ليلي رجال ايه افقع راسي من السعر بيركض تدري كيف عرف اني ابي جيت وقفت تاكسي موقف ما عاد عرفت احكي ما اعرف احكي ما معكم جوالات يا رجال ما نت خلاص انا قلت كذا يعني انا بيركض فندق يودني يا ولد ما عرفت ايش اقول اهو احد نو سبيك انجلش هي هو سبيك انجلش اقول ما يعرف قال ركب ركب في غلا في غلا التاكس عندهم اقسم بالله سعر مجنون انا بروح بنا يمكن 4 كيلو قال يلا هديك على 150 اقسم بالله يلا انا بيرقد يا ولد انا بغيت ارقد على رجله هو يسوق بغيت اقول يا ولد اصبر خليني ارقد على رجلك طق راسي من السهر المهم طول عمر ونروح مجينا عند ذاك الفندق نلقى الاستقبال جاء الاستقبال لا مصري حلو اشوي يا الله يا الفرحه يا انا قلت انا خلاص بنضيع ما عاد معودين كيف نعود والله يقول من جد كيف نعود بغيت اقول ودوني للسفاره يردوني ما عاد ادري وين غادي يا ولد وين كلهم انجليزي 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 متطورين يا ولد المهم يجينا مصري قال تبون بس انت اول مره تجون قلت ايه تلافت على العيال هذا الدليل قلت والله اقسم بالله ما بعد جيت في حياتي المهم قال اول مره تجون قال خلاص اضبط لكم سواق على كيفكم تقوم من النوم تحصلون عندكم عند الباب عند الباب تمشوا واستانسوا وخلصوا ويردكم حلو كم هو به؟ السياره والله سعرها كويس السياره والفندق ب 1500 مده كم يوم؟ خذينا 4 ايام لا بس بس فندق زين يومي 1500 ولا كله؟ لا والله 1500 يومي يومي 1500 يومي 1500 اي يومي بس كم من السياره فخمه سياره فخمه وما ودي اذكر اسم الشركات كيف؟ الفندق زين اي جدا كم نجمه تقريبا؟ والله انا ما ادري كم نجمه ما بعد ترقى تو ذيك لا 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 فيه تقييم يا ولد ما ادري والله عني انت ايش ادري انا ما ادري والله وش التقييم وش ومتى رجعتوا؟ خذنا خذنا 3 ايام تحسفوا؟ لا جي ما خلا ما خلابنا محل ما خلابنا محل لما جينا ما خلا زين وشي ها زي ما رحت صناعيات صناعيات الا رحنا ندور جموس والله اي ما حصلنا يا حز والله ما حصلنا اتي الله معك تدري اول سفره لدبي ولا عاد سفرت عقبها ابشر بسعادتك ما نبي رجال بدالك انا اروح ابتلش محمول مكفول طيب دول الخليج وين تبي انت ولا الشيخ ابشر بسعادتكم انا قلت بس سبحان الله بو سلام يا رجال ومساك ما عندي حلم
عليه الصلاه والسلام داري عنده علم. رعد البتال وينه؟ هنا ولا وين؟ سياراتكم اركنوها في المواقف المخصصة على خشمي. ورعد وينه؟ ابي اجي ذلحين. بيجون هنا؟ مع الرجال و يلا خلنا نروح بس اغتر ابشر بسعد. ابشر بسعد رعد البتال لا ابو محسن. ابشر والله بسعدك ابو محسن. يجي له ابشر والله بسعده. والله يستاهل. يستاهل رعد. ارحبوا! افسخ نظاراتك لا كسر على راسك. بيجون ضيفان وانت بنظاراتك تسم لحام. افسخ افسخ نظاراتك افسخ. افسخ نظاراتك. ايوه يبي يغني يبي يغني يبي يغني فوق رؤوس المراقي. والترتيب والامور الطيبه اللي تناسبنا وتجملنا عنده. والله نعم لحيتك يا ابو عليك زود وطول في عمرك. والله نعم لحيتك يا ابو مهدي. طيب اسمع لبيك 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 يا صوت الايمان لبيك ونعم بالله امرنا. شفتوا اجمل منه؟ ايوه انت صادقين والله. بس خلني يا الله يا الجمال سبحان سبحان الله الجمال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا الله لا تجيك عين لا تجيك عين. بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تحصنت انا قبل شوي ما شاء الله زينك تحصنت والله ما صوبك احد بس عادي زينك ما شاء الله يا اخي انت تقرا اذكارك؟ ايوه لازم تقرأ أذكارك. أيوة. لازم تقرأها كل خمس دقائق. قريت قبل شوية. قبل إيش؟ قبل شوية. وش قريت؟ أذكاري. قبل إيش؟ شوية. ترى في ناس تحب جدة. لا شوف شوف الجمال شوف شوف الأخلاق شوف 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 الروح شوف أي شيء صوته زين ترى تبي يغني؟ لا تعتذر حزني عذر قلبي وقلبي مذوب لحيه غن مثل الناس غن بصوتك زين يلا والله والله غن أمانة أما منك ما والله ما عندي والله سلم 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 لازم تغني لنا يا سلم لازم تغني لنا يا سلم غن بيجي بيجي غن قم خلاص قم تغني ولا لا؟ ما عندي والله غني. والله ما عندي اغنيه زين ابغى فهم معي يا مراحل يلا جرادي انا من حياتي انا حياتي ما هي بذاك الزود كلها من هالي ايه ايه بنلبس خطرها بنجي الديار اللي انتم خابرينها باذن الله اللي ما تنام معانا جنوب وشمال وشرق وغربها قالها الله شمال انها وما يظهر منها يا صوبه المنتر وش طيب ايش تبي نروح على الزلت ولا تبي اللكسس اسمع عمرك ولا تبي الجبس حق سيف لا والله انك ما تركب الا على موتر موديل السنه حلوه اضل وجهك ابشر بسعدك حلوه ابشر والله بسعدك يقوم طال عمر يقوم طال عمرك لما استوى خطها عمرك تشوف لا تحلى بعد المسافه ربي ولا حمسدي تقول وشاي حبق نعناع من عند من الشاهي لبه لبه الشاهي ناخذه من الخرج ها يقول فلا حمسدي عند الشيخ فلاح شيخ فلاح ايه يقول مسدي جل الدرب من ناخذ مبرش لا غير ناخذ فهد بن سعيد وعبد الله نروح ناخذ من عنده ونطلع الشيخ لا 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 اول شيء شوف اول ما الكويت تبي الكويت بنروح نفر ونرجع تبي الكويت نروح تروح مع رماح ثم شويه ثم الرفيعه ثم قريه العليا ثم الخفجي ثم منفذ طبرق الكبريت بعدين منفذ انا وصلت اعلى يعني اعلى شوي شوي قريت العليا ونزلت على شو اسمها حقت السفانيه ولا لا لا حفر اللي يحرمون وين الان انتم؟ ابرين الرمال لا اللي يجون فيها دائما في الشتاء نعيريه يلا مزينها يا ريجي زينها زينها نعيريه زينها في الشتاء زين زين زينها في الشتاء يا ود عمي يا اخي نعيريه فيها انشراحه نص حتى لو انك تجيها في قير عمي جدي مسجل لها مزرعه 3 كيلو في 3 كيلو كبيره نجي فيها الريموت وينه؟ حاطين بلا فيها تكييف يا رجل جربيع وضبان وكل شيء من الحياه نعاين فيها نعاين فيها نقول حال الله لو اننا نقدر يعني نسوي تصور ليه وانتم ما تسوون شيء؟ لا ما نقدر ما نقدر سنة عاين فيها ما شاء الله يا ود طبيعة الشكل عاين لي وعاين الضب يلا يمشي من العشق والحياة وانا عاين والعيال عاينون وانا عاين وابوي عاين والعيال عاينون يقولون حلالا بس لو اننا بس ما نقدر لان هذه الحياة الفطرية ما نقدر نعم الله يعطيك العافية الله يكثر من امثالك الحين بنقول
اذا الوضع كذا درد اني ماخذ برسيم وحاطه عند اهم شيء الربيع تاكل الضيف في صدر المجلس ايه وحنا على الاطراف تامر امر ما يحتاج الله يرفع قدركم نعم انت احنا نعلمكم ورعد والله انه سنافي ويستاهل رعد يستاهل ابو عبد المس سنافي والله عن هداك السنافي دائما يضحك احجاجه هو العلوم الطيبه حق على يا رجال عيونه يلا نشوفها تبي نشوف اقرب عندي يا اخو اقرب عندي ترى زغني يوجعني يا ربعنا يا الوادي يا من بال يا زين مسرح تعال يا ناصر تكفى جيب لي شاي منك وتعال تعال تعال بيجي بيجي هنا تعال بيجي بيجي. والله ايه حلو ايه خلاص عاد فلتوها شاهي شاهي والله ما حد قال لي افتح ما حد قال لي شو شاهي ايه. سيف ما حد قال لي افتح عند مشفح لا لا, لا ما حد قال لي سوي شاهي حلو ايه ما حد قال لي سوي شاهي حلو لا يا سالم خلوا تكشف خلوا بسم الله عليه بسم الله عليه نظارة بسم الله عليه يا جد نظارة بسم الله عليه سالم انا لو مكانك لو مكانك ما شخص ايه سالم من انت عليه اسم ابوك انت من من انت ولده ايه هذا ولد محمد ولد محمد قد تخرج بس تبغى تبغى العلم لو انه مكان سالم ما شخص ليه لانه حلو عندي عندي حلو ما يحتاج قابله ربي يا رجال والله ما ظنيت لكن يكون ان شاء الله بسم الله سم... بس جاي يبدأ بس والله ما لي فيه عاش يا بسم الله سم سم يا ولد هو مسرع ليش يمشي كذا؟ سلام الله يبين الله يجيك المرجع على ضابط لما اني باكلكم علم من عين الطاير خذيتكم ما بالكم نظافه من جيبكم انت اصلا هل عنقود ولا غيرك تحتك احد؟ ما شاء الله كم؟ لما تخرجت من الثانويه اعطني ملفك وابشر بسعادك يا ولد جاي الديوانيه سمعناها لين قلنا بس والله يبي يسمع القطار السريع كثير ها؟ والله يبي يسمع القطار السريع كثير سجل بالخير اخوك يا اخي معود على معود ارحب جاكم سعود علوش بالشاهي بيضرا وجهك هلا الجنيبي من وياي نيح الحزين ممثل السلطنه سيف الجنيبي مرحبا مرحبا الله ابشر ابشركم سيف انفكت عقده وبدا يمزح ويسولف ابشركم انه ابشركم انه طيب سبحان هذا مو اللي توقع صباح الاحمد صباح الاحمد صباح الاحمد واللي طيحها واللي هال جايين واللي وقف مزامك وين واقف على العز واجع ماخذ اجازه بيجي واللي ظهر تظهر وهو يجمل لا دقيقه دقيقه مرزامك محصن واللي وقف تاقف على العز ايه انا داري بس مزامك محصن هو لا بس وجهي وجهي المواقف تلقى اقسم بالله لقوم لا لا بدون حلو لا لا يعني في ياخذ القهوه منك عارف وين قهوتك من نظره مناحي تعرف جاء هو جاء وين كلنا كلنا يلا يلا وين فيصل الحازم موجود يلا يلا جاهزين ايش الميضول هيا نزلوا نزلوا فناجيلكم يا رجال صفوا يا الربع نزلوا فناجيلكم حبيت لاحقين على الصف يلا يلا هيا